برشا. سوما غنية ياسر مزيانة، فيها شوية راب، فيها كسو تحنين بتاع اسماء بن أحمد. نحب نرحب بيه ترحيب كبير. عسلامة دالي بن جمعة، أهلا وسهلا. صباح ومينة، مرحبا. شحوالك؟ منور سمادح الله يرحمه. لا حرقت سمعتني مش حط الكاس. لا مش حط الكاس. ايش اقول لك؟ منور سمادح الله يرحمه. ايه الله يرحمه. ماري فتح حكاو عليه في راسين كاري، وتحيه للمجموعه الكل، سامي وجميله وجماعة الكل. تحيه كبيره. منور سمادح معناه شاعر كبير، يزم صغارنا وشبابنا يعرفوه شكون، خاطر مناضل. سينو الغنايه ابراهيم اللي هو ابراهيم الكيبس اللي هو دي جي كيلا اللي عمل يمكن 500 غنايه، ان جون عنده تالون فو، عمل لنا الموزيك هذايا. فوالا صابينها انا واسماء مغامرت معايا، والاغنيه ما تموتش خاطر بالعربي الفصحى وكلامها كبير برشا. ياسر حلوه الاغنيه، تنجموا تصوروها كليب؟ ما جاتش الفكره بيسك ما كنتش نعمل كارير انا في الراب، عملت تجربه، عملت دوز البوم تورني. وانت قلت انا عملت الراب باش نوقفها الحكايه، باش نبطل انا الراب. بديت باش نكمل باش تبطل. اي معناها ما مش نعمل كارير، انا عملت الراب عمري 40. اي وشنو اللي خليك ترجع هكا الصديقه هذه نتاع الراب؟ على خاطر انا هيب هوب. أيه. على قاعدة أنا خاطر خرجت من غادي، على خاطر الموفمون هيب هوب كي جا لتونس، أنا واحد من الولاد الصغار يتغرموا بالهيب هوب، وهي سببها موفمون جات من أمريكا تعدت لفرنسا جات لتونس. وجاتنا في فيلم سينمائي اسمه بريك ستريت 84. داكوغ. ديجا مرشوم بالتاريخ 1984. أيه. فيلم خرج جانا يمكن 85 لتونس، تفرجنا فيه في الافريكا. أه؟ تفكر الساله غادي، وتغرمنا كيما الناس تغرم بالكاراتيه، كيما الناس تغرم بالبوكس، تغرمنا. اما هزنا للمسرح وهزنا لحاجات اخرى، والموسيقى والموندو سبيكتاكل هذا في اوني اماتور، معناها احنا صغار مراهقين. اما من بعد اكتشفت اللي الكلها مربوطه ببعضها، لو موندو سبيكتاكل معناها كيقول لك شعر. أه؟ على ايقاع، هذاك هو الراب. كيقول لك انتربريت سور سين، يواجه في الجمهور، هذاك مسرحي. كي يلبس كي يعمل بيرسوناج، حلقه هي كانه يعمل في البونتوميم، كانه لبس ماسك نتاع شخصيه. والسلام شنو هو السلام؟ جرون كور مالاد، ولا عبد المليك، ولا حاتم القروي، ولا برشا ناس، انيس وجماعه. شنو يعملوا؟ اوني دي انتربريت سور سين، انت بيدك انتربريت خاطر قدامك ميكرو وتوا لو بلوس اللي هو الكاميرا. تو انتربريت، تأدي في شنو؟ في معلومه او في نص او في شعر، تحط له ايقاع ولا راب، تحط له موزيكا. كما سمعنا غناية غازي محلاها نحييه ونقول له مبروك عليها غازي عيادي، غناية ذيك نوعا ما كلاش ردة فعل على حاجات في المجتمع، عاشها هو كما قال أو عاش اشترها، أو الناس اللي تسمع فيها تلقى روحها في الحكاية. كنت تحكي تقول انه الهيب هوب جينا على اترافير فيلم وتفرجنا واكتشفنا الهيب هوب، وانت كنت من الناس اللي تغرمت بالهيب هوب ومع الياس بكار اللي اليوم شوف قديش من سنة تعاودوا تتلموا من جديد باش تعملوا مسلسل الموفما اللي باش تحكيوا فيه على ثقافه هالفن هذايا، فن الهيب هوب، وتقدموه للتوانسه باش تعرفوا بالفن هذايا. احكي لي ساعه لما كيفاش جيت لمتك مع الياس بكار. داكور. محمد علي باش يكون ممثل في المسلسل؟ باش نكون ممثل. اي باش احنا ايكيب، باش نعاون باللي نجم، معناها كوسوسوا نعرف بالناس اللي انا اكتشفتهم وقت دخلت العالم هذا. حاجه اخرى الياس نعرفه زاد من الوقت هذاك، معناها اكثر من 30 سنه نعرفه الياس. الياس كيف من الموسيقى للاخراج، عملنا مسرح مع بعضنا، خدمنا اول فيلم نتاعو هي وهو معنا. أيه؟ انيسه داود، عملنا برشا مغامرات. المغامره هذه نتاع الموفما ماهيش مسلسل برك، هي زاده كرياسيون نتاع موزيكا، هي غنيات، هي كليبات، هي سبيكتاكل، هي موفما وثائقي. موفما دريم. لا قصه اجتماعيه. قصه. ومام تان ثم باراليل باش يخرجوا اسامي في الموزيكا معروفين وثم شكون مش معروف. اون فا كري ان سبيكتاكل دايور. الخبر اللي نجم انا خذيته اليوم عند الياس نجم نقوله لك اميمه، اللي هو موفما المسلسل روبورتي العام الجاي 2022. اي نعم، على خاطر سنة ما نخلتوش، لكن الموسيقى قاعده تخدم توا والكرياسيون قاعده تخدم، خاطر هو شوية سبيكتاكل زاد. حبيت يكون المسلسل مخدوم على قاعده مش حاجه مزروبه. ظروف الكوفيد تخلي الانتاج تصعب انك تسافر لبرا، خاطر ثم تصوير لبرا. والمجموعات باش نتلموا لي دونسور باش في وسط المفيتون، ثم دي كونسير تاع راب.
فما دي دي جي تعمل جمهور خمسة في عوض تجيب 500 تجيب 50 واحنا نحترموا معناه وما نحبوش نكونوا سبب انه لا قدر الله يمرض حد هذا الكوفيد زيد السفر والمطارات مسكره فليس والكيب الكل احنا قررنا انه ديكال عام الجاي والمسلسل كان كنتوا عارفين انه وين باش يتعرض في اي قناه ولا ثم نقاش صار انا مانيش في الانتاج نقاش صار مع زوز قنوات ومشاو الاشواط بعيده لكن بعديك قروا خاطر باش تكون لا كاليتي اللي يسحب انه يصير موفمون بالحق يصير باتل بالحق يصير كونسير بالحق ونصوروا في ظروف طيبه وثم جو كرو دو سمان في نيويورك هذا خلى اني احنا نديكاليوه ومام تو سيناريو مخدوم وقاعد يزيد يخدم والموسيقى قاعده تصير زاد قاعده نتصور اللي باش يكون مسلسل جديد من نوعيه من الفرجويه زاده باش نتفرجوا على حاجه دي كونسير حاجه جدد باش تشوفوا حاجه تنجم اللي هو برايك دالي باش تجذب اكثر الشباب والا التوانسه الكل باش يجيهم الفضول يتفرجوا على مسلسل موفما نتصور الكل على خاطر كي نقولوا احنا توا كاينو سيبلي شويه لا كي نقولوا حوم نجم تلقى ناس مغرومه كان بالهيب هوب ولا الموزيكا ولا الاندر جراوند اما او ميم تون شكون بوه شكون عزيزو شكون العطار الحومه شكون خضر الحومه شكون اللي مانيبولي في هذا الكل فكي نقولوا احنا موزيكا نقولوا اعلام زاد نقولوا تلافز نقولوا سياسيين نقولوا رجال اعمال ف فالحكايه متشعبه وحكايه دراميه بالاساس مش معناها كيف باش تحكي على الموسيقى ماهوش برنامج موسيقي هو هو فيتون معناها سيري في حكايه وفيه روايه في خرافه معناها المسلسل هو مش باش يحكي لا على تاريخ الراب ولا على حتى شيء ثم كلان دوي ثم ناس قدم نجموا نحكيوا عليهم ثم ناس ينجموا يشاركوا كضيف شرف معناها ثم استوديوهات وتسجيل كيفاش الناس تكتب موسيقى العالم هذاك بيان سور باش تلقى اون باراليل شكون مولى التلفزه شكون مولى الحانوت ام وبو ثم احنا موجودين الاعلاميين بيان سور موجودين فما شخصيات هكا معروفه موجوده في احنا المسلسل. فرد عالم راهو اي فما شخصيات معروفه اعلاميين معروفين موجودين جسدهم ولا لمحتوا عليهم شوف تحب انا نحكي لك على السيناريو اللي ما نجمش نحكي لك عليه شويه موجودين طبعا ما نجموش احنا عايشين مع بعضنا بيان سور موجودين موجودين مش تلميحه موجودين الميديا موجوده اي باساميهم لا لا مش باساميهم لا لا ناس شاده في كحه تو اللي تمثلوا اسم يشبه للاسم يشكي بيك يقدم بك قضيه نجم تاخذ الموافقه من عند في الاحتفالات نجم تاخذ الموافقه من عند اي اعلامي تقول له نحب نحكي عليك على تجربتك الاعلاميه ناخذك هكاك وقتها كانك تعمل في بيوغرافي نتاع شخصيه معينه ياسر مهمه في البلاد فهمتها ياسر مهمه في البلاد ياسر مهمه في البلاد فهمتها به نحكيو على المخزن اخر مره في السيف مشكله كبيره مع وزاره الثقافه الدعم ولا شنو تسميه انت بالضبط منحه التسيير ما تعطاتش من 2017 خليتك اخر مره قلت لي باش نقعد مع شيراز العتيري اعطاتك وعود الوعود نفذت ولا قاعده وعود هو المخزن الى حد الان مسكر في ذهني فسخت 2020 انا اوبتيميست وعندي هكا الاسبوار انه اللي جاي خير ان شاء الله 2021 تتصلح الامور كلها وثم مشروع توا قدمته للوزاره باش تنظر فيه بيانتو اللجنه مشروع يهم ولاد الحومه اللي غادي في باب سويقه باش ثم مشروع اسمه من القاع المخزن باش نخدموا على الناس اللي عندهم تالون في الحومه تالون في كل شيء باش نخدموا معهم ورشات وركشوب مع دي بروفيسيونيل في الاخر نخرجوا ان سبيكتاكل هذا الكل باش يصير في المخزن كمنحه التسيير نعاود نعطي الملف ونفسخ وننسى اللي انا ما خذيتش 4 سنين صافي قلبك بيان سور ما عندكش الشواء لا ما عندناش حل اخر حل اخر انه نسكر ولا نبيع ولا نحلوا تجاره معناها ماهوش ما يحبوهاش الناس لا انا ماهيش في طبيعتي معناها وانا اول مره تسمع بيا لا نغنغ لا نشكي انا ثم حاجه صارت اللي 2020 صعيب ياسر على اهل القطاع وعلى الفريلانس الصعبه ذيك مع انه ما خديناش منحه التسيير وانا معايا ايكيب كامله في مخزن في باب سويقه في حومه شعبيه في حومه نحبها برشا نحبوا اون في ان بلوس هنا لا ما عنديش مشكلة مع وزارة الثقافة وما نلومش عليه اللوم كل اللوم ما باليد حيلة عند وزارة الثقافة غلطة شكون مقمرني في اللجنة ما حبش يعطيني ما عطانيش السبب علاش بونتويت يمكن باش ما ندخلوش في التهلويس سامو سالم انت دالي
لاذع زادا. ما نحبش ما نحبش كون ياخذ لي حقي. ان دو قدرني قدرك بالقدر. نرجع لك اللوم، كل اللوم على رجال الاعمال. رجال الاعمال اي نعم، اللي ما يعطيوش الفلوس لل ماهيش حكايه فلوس، نجم ما يعطيش فلوس راه. مثلا انت نعطيك اكزومبل، نعطيك اميمه نعطيك اكزومبل قبل ما تهرب الفكره. انا باش نعمل مسرح نبنيه، تعطينيش فلوس، جيب لي اللوح، جيب الحديد، جيب السيمان، جيب الكراسي، اهدي لي بروجيكتور، ما تعطينيش فلوس. ماهيش منطق فلوس، هو منطق رجال الاعمال واللي عنده، واللي عنده يسمح له القانون انه يعطي هبه، يعطي تتنحاله من الاداءات، انه زاد يركز على داخل الجمهوريه ويركز على حوم السخونه باش يلطفها شويه. كنت نعطيك اكزامبل، انا في المكسيك باش ما ننساش، كنت نتفكر في تصريح باش ما ننساش، كنت نتفكر في تصريح ليك قلت انه حمدي المدب كان من رجال الاعمال اللي عاونوك. صحيح، في فتره ما في فتره ما في فتره ما في فتره ما عاوني وقت قاعد نبني. يعطيه الصحة، برشا ناس عاونوني، ثم ناس ما تحبش تقول اسمها، انه ويرا فلوس وين مشات، خاطر انا مانيش ندبر في راسي، مش تجارة هي. كي نقول لك انا جو سوي ان ارتيست انجاجي، لونجاجمون راهو من وقت بن علي، راهو مش توا، راهو زعما فهمتش معناها لونجاجمون. انا مانيش صغير، في نفس الوقت تربيت عند اساتذة نعرف معناها مجتمع مدني وارتيست انجاجي، وش قاعد تعمل انت كمواطن بلوس للبلاد. مانيش طالب منها انا، يلزمك تعطي باش تاخو، وتنجم ما تاخوش وماهيش مشكله. انت نهار اخر ش عملت؟ ش عطيت؟ شنو زدت؟ صحيح انك ليغو سنتريزم تاع الارتيست والنرجسيه والتفزعيك هذاك، وانك تخمم في روحك كانانيه، لكن الانانيه مع الوطنيه ما تختفش راهي. يلزمك تعطي وتاخو، تاخو وتعطي. اليوم حسب ما فهمت من دالي نهدي ما عادش يتلام على وزارة الثقافة. دالي بن جمعة تحية للنهدي. دالي نهدي، دالي نهدي سلمى لي ما نخمش نسال عليه. تحية دالي نهدي. تحية لي كبيرة. ما عادش اللوم لوزارة الثقافة، اليوم تلوم برشا على رجال الأعمال، ومش غلط كلامك. اليوم رجال الأعمال التوانسة ما يأمنوش بالثقافة، ما يأمنوش بالفن، ما يأمنوش أنه يعطيوا فلوسهم مثلا باش يعملوا عمل مسرحي وإلا درامي وإلا هذه ثقافة ماهيش عنا. والله ساعات يعطيوا للمسرح خاطر تجاري، يعطيوا للسينما خاطر باش يظهر في أفيش. أما أنا قاعد نقول لك اللي أخطر من هكا، كيفاش أنت تربي جمهور، تردوا بيبليك افيرتي مو في الـ في لي سباس كولتوريل بريفي وحتى نتاع الوزاره. انت كي تربي اطفال على الشعر، على الموسيقى، على التصوير، على الثقافه، على الادب، ومن بعد هو يولي لك جمهور، هو اللي باش يقص تذكره يمشي للفيلم والمسرحيه. هنا قاعد انت انديريكتومون توعي في جيل، توعي مش تربي، خاطر ماهيش مهمتنا احنا نربيه، توعي جيل. ومن بعد كي سبونسور يعطي للافيش هذيك فلوس، من حقه الفيلم انه ياخو، لازم ياخو. بيان سور. انك انت اول حاجه الباز انك تكون جمهور. كيفاش تكونه؟ بون بالنشاط الثقافي. انت تكونه. ماشي في بالهم الثقافه. الوزير تفرهيده كما قال صاحبنا. ماهيش تفرهيده. شامل مشيش. هي راهو لازمه كيما الغذاء. كيما لازم ثم باغيت وباكو مقرونه في العطار، لازمك تلقى زاد الكتاب وتفرج مسرحيه وتعمل نشاط. الواه ما باش تبدا متفرهد. مي مالوغوزمون بدا لي كي تبدا انت مراهق في الحومه ما عندكش ديزاكتيفيتي تبدا فرستري. كي تبدا متفرغ تعمل رياضه، الكاراتيه، البوكس، الرقص، التصوير، كل شيء، تولي واعي. وهنا نرجع لك، واعي ما يلعب مخك حد، ما يصيرش كيما صار في نيس مع وليد عمره 21 سنه. امبارح في الايام كان طفل، امبارح في الايام كان طفل وقت الثوره عمره 10. كيفاش وصل للغادي؟ هنا نقطه الاستفهام. وهنا نحمل الوزارة والبلدية ورجال الأعمال أنه كي توقف لبلادك، مش أنك عملت حاجة فيها فور دارتيفيس افمير توفى فيسع، تعمل حاجة تقعد، تقعد جيل بعد جيل. صحيح، وتوعي الجيل. وانا الحقيقه نتبع فيك. سامحني تحمست خاطر ما يسالش، وكلامك مفهوم وكلامك صحيح وموافقتك. انا من الناس اللي نتبع فيك دالي، نشوفك كي تدور على الولايات، نشوفك كي تمشي للسجون انجاجي. انت بالحق ارتيست انجاجي، وتامن اللي الثقافه اليوم حاجه لازمه في بلادنا، على خاطر كيف ما قلت بلاش الثقافه اليوم نجموا يطلعوا لنا جيل الله غالب ساهل دمغشتو. احنا مازلنا مكملين مع محمد علي بن جمعه، نخرجوا فاصل صغير وراجعين. قضايا هزت الرأي العام التونسي.
أحكام بالسجن وعقوبات. الناس غلطت وخلصت، وناس اللي عملت يدها ولساقها. قال لي أنت دار فيك المرأة نمرو 20 من النساء اللي تحايل عليهم باسمي أنا. عام كامل ماني هارب، قعدتني ومرتي وحكينا نقدم روحي نعديش مكتب من ربي ونروح، يا إما نطلع ليبيا. عائلات خسرت أقرب الناس لها في جرائم بشعة. نرجع لحيثياتها وتفاصيلها. ما نجمش نعري روح ورس بنتي وقل لي أنا مراشرة جميعتي هما بشي شوف ما سيبني إلى مقاعد. ما نعز في قلبي تقسم، ما قد نعز في جناحي تقسم، نعز في روحي بالرسمي وحدي ما عندي حد. أسمعونا كل سبت وأحد من مالي ساعتين المطلثة في نهج التريبيونال الانترفيو مع جيهان بن عبدالله على إيفان أحلى راديو. انتم تسمعوا في ستار تايم من نص نهار الماضي ساعتين مع أميمة عياري. رجعنا لكم من جديد ماضي ساعة و 52 دقيقة. مازال بحثنا محمد علي بن جمع نحكيه على المخزنية. حكي لي للناس اللي مازالوا ما عرفوش المخزنية، ما تفرجوش على المخزنية اللي كانت بحاضرة في الفستيفال دي موند أغاب في الكندا. بلاي بارانتيز جيني ميساج طوال من عند شاكرة رماح، تحية كبيرة لها شاكرة، تسمع فينا نحييها برشا شاكرة، حبها برشا أنا زي ديما تشجع فيا شاكرة. شاكرة ربي فضلك وديما تسمع فينا شاكرة ونحبوها برشا برشا. فستيفال دي موند أغاب المخزنية كان موجود مالوغوزمون ما نجموش نتنقلوا بالطبيعة تو الديجيتال التكنولوجيا. وي. اليوم نجم نتفرجوا عليكم سور اكران ونشوفوا المخزنية. الله غالب جاي مع وقت الكوفيد 19 اون سادابت ما يسالش. الحمد لله الحمد لله. احكي لي على المخزنية. المخزنية سبيكتاكل تو عنده فوق العام. عملنا 2019 تورني في تونس 10 ولايات في بتاحي او في مسارح محلوله للجمهور مجانا. علاش مجانا؟ خاطر هو في بروجرام مع سنتر كولتوريل الامريكان ان نخدموا على التراث. معناها انا قدمت سيناريو ملف فيه انه كرياسيون تاع موسيقى اكثر من 70% جديده. مش معناها القديم ولا الحضره نتاعنا تاع قبل، اما فيه ميدلي نتاع الذاكره نتاعنا الحضره القديمه. كوستيوم صالح بركه. تحيه ليه. مدير الانتاج وصديقي طاهر قطاطا. عادل بندقه في الموسيقى. مهدي امين زاده لحننا موزيكات وقطعات حلوين. عاد البونت قد تبارك الله ملحن وشيف دوركستر. مهدي جرون في ليكيب نتاع المخزن. فوالا ايكيب فرحان بها، قاعدين نتطوروا بشويه بشويه. المخزنيه اكثر من 30 عنصر. عملناه وحاولنا في الكوفيد ندوروا شويه، عملنا كلكو معناها سبيكتاكل للجمهور. كما قلت لك كرياسيون، انا ولد الحضره. أنا الحضرة الأولانية حضرت عليها 92 حضرت وبرفت دي موا دي موا باش نحفظ النص. انسبيري من الحضرة؟ لا مش انسبيري، فيها الروح. خاطر الصوفي يشبه بعضه، لكن من بعد اللي المهم في السبكتاكل نتاعنا هو 70% جديد. عماد الورغي كتب لنا نص جديد، موسيقى جديدة، و30% و25% الجو اللي نعرفوه للناس. في السبكتاكل حاولت انه قبل ما يشطح يسمع الببليك. حكواتي فما؟ فما حكواتي. ثلاثة مرات يدخل يحكي لنا على ناس يمكن نغنيو عليهم ما نعرفوش الباركور نتاعهم. هنا ثم توش تياترال صعيب انك في سبكتاكل الناس تجي من الاول على امل تسمع وتتخمر وتشطح، ان يجيك حكواتي يشدك ثلاثة دقائق كل مرة يحكي لك حكاية. هنا ثم رهان ومخاطرة زادة. شكون الحكواتي اللي اخترتوه؟ عماد الورغي اللي هو زميلكم في راديو زيتونة. وهو شاعر وكاتب، ومعناها تبارك الله عنده صوت مليح وبرفنا، ومعناها انتربريت كما قلت لك في أول الحصة. شنو معناها انتربريت؟ الحكواتي. ياسر نحب الحكواتي يعني. مش سهل انك تشد الناس وتحكي لهم حكايه وتخليهم يدخلوا في العالم الخيال هذاك، والا يتخيلوا معاك لي بيرسوناج. ما عندكش فكره الحكواتي والماريونات قديش مهمه للاطفال باش هو يمشي في عوالم ويمشي في الفيرتويل وما يمشيش كان في التليفون اللي هو بيناتنا تو التليفون سلب العقول معناها الكبار والصغار. سامي اللجمي الزياره تو قعدت ست سنين هكاك سبع سنين حاجه هكاك. اي تبارك الله. استمراريه. تنجم تقعد راهي الزياره حتى 10 15 سنه. تتصور المخازني زاد كيف ينجموا يستمروا سنوات؟ علاش لا؟ علاش لا؟ احنا نخدموا كما قلت لك بالحق، معناها الموجودين العازفين او المنشدين او لي سوليست قارين موسيقى يعزفوا مليح، عاملين جو، عاملين كيف، هذا كله من بعد باش يظهر عام ورا عام. معناها اي سبكتاكل يبدا
من الاول اخضر كما تقول انت حتى يبس حتى ياخذ الفورم نتاعو. والمخزنيه انا واحده من الناس نقول لكم راهو حاجه مزيانه فرجويه مزيانه شبيبه تتفرج وتسمع خاصه وتعمل جو بالجو الصوفي وميم طون تسمع حكايات محلاهم على ناس يمكن انتم ما تعرفوهمش تسمعوا بهم ما تعرفوش حكايتهم بالضبط كيفاش. باهي داري بن جمعين نحب ساعه نحتفل معاك ونقول لك كل عام وانت حي بخير جوايز انيفرسير داري بن جمع يا جماعه شوفوا ما شاء الله عليه يظهر معناها ماكسيموم 27 سنه لا لا نظهر 40 مع عمري مش 40 50 بارك الله 50 سنه تحتفل زاده بمسيرتك 20 30 سنه سامحني 15 سنه على المخزن 15 30 50 هذوما اللي شفر ما شاء الله الحمد لله الحمد لله على كل حال. تقول انت اون ديمارش ارتستيك بديتها انا صغير تعلمت عند برشا اساتذه كبار ثم اللي غادرونا ثم اللي ربي فضلهم سينو نتعلم حتى من اللي اصغر مني وزملائي انا نعمل كيف بوزيتيف مانيش اغريسيف حلو برشا حلو برشا ساعه 50 سنه معناها بارك الله معناها الحاجه خليني نقولها لك من الاخر دالي شنو هو السر اللي انت هكا شبابي الراجل يتفرج عليك شفت ما شاء الله تقول عمرك 30 سنه الحمد لله شوف انا جيسي ديتر بوزيتيف ونبعد من الحاجات التوكسيك كسوسوا عباد او دي زوندغوا توكسيك نرقد بكري نحاول ما نعملش مجهود اكثر من طاقتي في عوض نعمل خمسه حاجات نعمل ثلاثه نعمل زوز زوز مشاريع حاجتين في النهار قضيتين نحاول نكون جي فرحان نقابل الناس الباهيه سينو اذا نتعب نتخبى انا سكوربيون هذايا هي معناها هذايا السكري نتاع شباب استمراريه الشباب نتاع دالي بن جمعه تبارك الله عليك خليني توا نعطيك مسيره 50 سنه نسالك اسئله فيسع فيسع تجاوبني عليهم ولا يهمك فيسع فيسع تك تك خلينا الوقت قاعد يزرب يمشيو كوي ستار تايم ربي ستار تايم بعد 50 سنه المجال الفني بعدك يمكن عن العائله الاستقرار انك تبني عائله اليوم ما ندمتش؟ ما ندمتش علاش ما عرسش دالي بن جمعه؟ عرست مره واحده وكهو جربت العرس اي فشلت مره ما تعودش؟ مش فشل بالعكس عرست عندي بنيه ربي فضلها اسمها سلمى 15 سنه عمرها ربي فضلها لك ما تحكيش انت على حياتك الخاصه ما نحكيش خاطر ما يفيد حتى حد ثم شكون يعرف ثم لا اما ما نعملش اكسبوزيسيون لعائلتي اول مره نقولها لك الجمله هذه ايه. عرست وكملت يزي جربت يمكن ما عرضكش على حياتك ما فهمش حب جديد هكا جذب يمكن دالي بن جمعه الحب ديما موجود الحب انواع نحب ياسر انا شجره الزيتون مثلا نحب امي وبابا واخواتي نحب 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 معناه الحب حتى الوطن يمكن انا مهنتي خذيتني شويه على العائله كلامك مش غلط اما مش برشا اما الحب نتاع الراجل والمراه ما يعوضوا حتى شيء بيان سور انك انت تستحق الكلمه الحلوه السند شكون يعرف دوا نهبط انا من اللي فاهم نلقى الحب اللي تحكي لي عليه كي سوسن معالج قالت في وقت ما واللي هنيتك وكتبت عليك ستاتيو قالت صديقي اخويا وحبيبي محمد علي بن جمعه يحتفل اليوم 50 سنه حب وفن وعطاء وفينا وتخامه صديقي وملهمي ومكتشفي شكرا على الجمال والفن والعطاء والاخوه والزماله والاحترام الى اخره خيره بسوسن معالج أحسن كادو جاني سباح ياسر محليه الستاتيو نبعث لها بوكي نوار ونبوسها نقول لها سوسن صديقتي وزميلتي واختي وكل شيء ما فماش حرجك يعترفتوا لبعضكم هكا على المحبه لا لا المحبه ماهيش كان العشق من الراجل والمراه الحب زاد ينجم يكون فيه برشا احترام جاني مساج من وجيه الجندوبي معناها حاجة صديقي أحمد دندوسي جاني مساج منه بنين برشا وأنا داخل حاجة بنينة راه سوسن معالج سوسن معالج حبتها عندها حبة سبيسيال محبة سبيسيال هي قالتها وفسرتها في حصة جو تلفزي فسرتها معناها هيك كانت صغيرة أنا أكبر منها ثم حب بعديك يتواصل وكي تراني في بلاتو تفهم اللي ثم علاقات مش معناها نحكي ما فيهاش تشكيل لا ثم علاقات اون ديباس سا خاطر انا سوسن وين حاجتها بيا تلقاني وانا كيف كيف باهي دالي ما عادش عندي عشرة معناها عشرة تحية لسوسن معالجة ما سؤال قاعد في قلبي علاش ما حضرتش العرس دورة زروق على خاطر هي استدعتني وانا ديجا خذيت الثنين انا كي قبلتها بعد نص ساعة خذيت كرهبة وعلاش مخر هي استدعتك هي جات مخر للقونة
جات اخر ليله في السهره. ما عندهاش مبروك باش تطلبك؟ لا عندها الواتساب والدنيا كل. كي قالت لي ما في بالهاش بيا انا موجود في الجونه، كي قالت لي غادي بعثت لي قالت لي اقعد باش في راني باش نعرس نهار اثنين انا ونجيب بالقاضي دايور هي استدعتنا، قلنا لها رانا شادين الثنيه. انا بعد نص ساعه خذيت الكهرباء وروحت. اها انا عرفنا علاش سنون نبركوا لها دره وربي يهنيها دره صديقتنا. اللي صارت عليها الضجه ياسر، فما اكسي المشاهير بالحق يتعداو بالاشاعات والكلام وفيه منا ومنا، لكن دره خليوها تحتفل بعرسها وربي يهنيها. وربي يهنيها وتحيه ليها صديقتي زاده وعشره زاده دره. صديقتك دره زروق، ميرسي بوكو دليل بالجمعه على غالب الوقت قاعد يزرب فينا، قعدتك حلوه كما العاده. عايشك شكرا ليك مره اخرى، ميرسي توت ليكيب من ابو غنجه.